وضيقمرنا في هذا المساء الجميل والمميز هو الفنان العراقي الكبير جلال كامل. أستاذ جلال، مساء الخير. مساء الأنوار. أنت منورنا ومنور شاشة MBC عراق، ورمضان كريم مبارك عليك مرة أخرى. وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. والمشاهدين الكرام وأمة الإسلام بخير وسلامة دائما. ربي يخليك ويسلمك. أستاذ، في هذا المكان عندنا ثلاث محاور. أولها أنا ممتن لي أبي وأمي. أنا عازم على أن أكون صادق دائما. وأنت صادق إن شاء الله. أنا متعالي على المنافقين. أنا مسكون بي بالحب. بالحب. أنا مرغم على إن شاء الله ما تكون مغرم على مرغم على تحمل ما يقدره الله علي من معاسي. جميل. فقرة أنا انتهت، الآن فقرة لا أنسى. لا أنسى أول مرة غنيت بيها بال 72 72 على مسرح مركز شباب الحرية. جميل. إن كنت حبيبي. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك. كي أرحل عنك لعبد الحليم حافظ الله يرحمه. جميلة هاي الأغنية. إيه مع فرقة موسيقية وفتشي يعني. جميل 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 جميل. وكيف كانت أصداها؟ يعني إحنا في هذاك الوقت يعتبر نشاط مجتمعي ضخم جدا في المنطقة اللي إحنا كنا عايشين فيها، فبالتالي هو يعني شيء جميل. لا شك إنه كتجربة أولى بالظهور على المسرح بهذا الشكل يعني شيء جدا رائع. جميل. سواء كان بالنسبة للناس، والناس فرحين بكل الأحوال. إيه إيه. لا، والدليل إنها حاضرة ما زالت في الذاكرة. أي طبعا. جميل. حتى في وقتها لا زالت بذاكرتي، لأنه خلوها على مجلة الشباب في الصفحة الأولى، فخلوا صورتي كإحدى نشاطات مركز الشباب، أنه أكو احتفال، فخلوا صورتي بصورة الحفلة اللي أنا كنت في أساسي فيها. جميل جدا. لا أنسى أول مرة قابلت فيها الفنانة القديرة سناء عبد الرحمن. لا أنسى عندما طلت على المسرح، وكانت طبعا أنا شايفها من زمان كثير، ولكن تصويب النظر وعمل فوكس على هذه الفنانة الكبيرة الرائعة بكل المعطيات، كإنسانة كبيرة حقيقية صادقة.